يقول السائل: أنا معتكف في المسجد وقد اعتمرت عن نفسي وأريد أن أعتمر عن جدتي المتوفاة، فهل يجوز للخروج إلى الميقات وأنا معتكف علما أني مقيم هنا حتى بعد العيد بيومين؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا، ما تخرج من المعتكف من أجل تأتي بعمرة، تبقى في معتكفك إلى أن تنتهي مدة الاعتكاف، والعمرة ما دام أنك مقيم تؤجلها إلى ما بعد العيد. نعم.